أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد عودة مسلسل الاغتيالات في مديرية سيئون وواقع الفراغ الأمني في محافظة حضرموت. اغتال مسلحون مجهولون شقيق عضو مجلس الشورى صلاح باتيس وسط مدينة سيئون في محافظة حضرموت. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن المسلحين اغتالوا جميل باتيس أثناء قيادته لسيارته قرب مقر المنطقة العسكرية الأولى. هذا وأفاد مصدر محلي بوفاة المواطن التركي بن سنكر متأثرا بإصابته في مستشفى سيئون العام بحضرموت. قال المصدر إن بن سنكر فارق الحياة صباح اليوم نتيجة إصابته بطلق ناري في رأسه مساء يوم أمس الأحد في مدينة القطن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أسباب عودة الاغتيالات للمواطنين ورجال الأمن والشخصيات السياسية في حضرموت، ولماذا لا تضع الحكومة والتحالف حدا لتكرر سيناريو الاغتيالات في المناطق المحررة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. تصاعد جديد لعمليات الاغتيال وعودة لمسلسل الرعب في مدينة سيئون مركزي مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت وأهم مدنها من حيث حركة الحياة والتعداد السكاني. في جديد أحداث المدينة، اغتال مسلحون مجهولون جميل باتيس شقيق عضو مجلس الشورى اليمني والقيادي بحزب الإصلاح صلاح باتيس أثناء تحركه بسيارته في المدينة. وطبقا للمعلومات فإن عمليات اغتيال مماثلة حدثت بنفس الشكل خلال الفترة الماضية، وإن معظم عمليات الاغتيال وقعت في مديريات القطن وشبام وسيئون، والتي باتت بمثابة مسرح مفتوح لعمليات القتل التي تحمل غالبا صبغة سياسية أو ثأرية. عمليات الاغتيال في وادي حضرموت تصاعدت إلى حد مخيف كما يقول أبناء المحافظة، خاصة بعد أن أصبح المواطنون العاديون في دائرة المستهدفين إلى جانب الشخصيات الاجتماعية والسياسية ومنتسبي قوات الجيش والأمن. خبراء أمنيون قالوا إن عدم إيجاد حل جذري للإنفلات الأمني من قبل الحكومة والسلطات المحلية في المحافظة يفاقم الوضع ويزيده سوءا، فيما وجد مراقبون أن التطورات السياسية وتداخل الصلاحيات الأمنية في المحافظات الجنوبية تعتبر جزءا من إشكالية الفراغ الأمني الموجود. معالجة الملف الأمني بوادي حضرموت قرار سياسي بيد الشرعية والتحالف كما يرى متابعون، إذ بيدهم الضوء الأخضر إذا أرادوا أن يتدخلوا لمعالجة المشكلة وتطبيع الوضع الأمني حسب وصفهم. عودة لمسلسل الاغتيالات في المحافظات الجنوبية، المسلسل المرعب الذي تعددت صوره واتسعت دائرته في يوميات الحرب. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، كما وأرحب بضيفي من سيئون الكاتب والناشط السياسي جمعان بن سعد. أهلا بك معنا سيد جمعان. أهلا وسهلا. نعم، إذا مسلسل الاغتيالات في وادي حضرموت تصاعد في الفترة الأخيرة، يعني بالأمس وصل لمستوى وقوع حادثتين خلال ساعات في يوم واحد في حضرموت. برأيك يعني ما هي الأسباب التي تقف خلف هذا التدهور الأمني ومن المستفيد منه؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم، أولا اسمحي لي أن أتقدم بأحر التعازي القلبية الصادقة للأستاذ صلاح باتيس في مصابه الجلل، استشهاد أخيه جميل باتيس، وكذلك العزاء موصول لكل ضحايا هذا الانفلات الأمني وهذه العمليات الإرهابية التي تضرب وادي وصحراء حضرموت منذ زمن طويل قد يتجاوز 3 أو 4 سنوات. ما نود أن نقوله هنا في حول الأسباب أن الأسباب والدوافع قد تكون مختلفة، يعني حتى الآن هذا الشبح أو هذا الكابوس المرعب يطل علينا بين الفترة والأخرى، لكن لا أحد يمتلك معلومة دقيقة عن أسباب أو يعني أهداف محددة ومعينة للجهات التي تقوم بهذه الأعمال الدنيئة وظهور هذه الذئاب البشرية بين الحين والآخر. فهناك إشكالية يعني عدم توصيفها أو إشكالية عدم معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأعمال هو اختلاط أو عفوا هو التوظيف السياسي. هناك جهات معينة أول في بداية أي خبر قتل، سواء كان شخصية اجتماعية أو كان عملية ثار في الإطار القبلي أو عملية حتى قتل خطأ، هناك يعني خلط في هذه الأمور، في هذه الحوادث، في هذه الجرائم منع من معرفة الأسباب والدوافع الحقيقية. لكن
هذا الخلط له أسباب. نعم. أسباب هذا الخلط هو أن أسباب هذا الخلط هو أن هناك جهاز أمني لن أقول فاشل ولكنه لا يعمل وفق يعني مقتضيات العمل الأمني، سواء كان الاستخباراتي أو التكنيك الجنائي أو العمل الإفراج المبتشرين في الشارع أو العربات أو ما إلى ذلك. هناك يعني قصور في عمل هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أدى إلى تساؤل مثل هذا. التساؤل لا يستطيع أي مواطن يمني أو أي مواطن في داخل حضرموت أن يجيب ما هي الأسباب، لماذا تحصل كل هذه العمليات، كل هذه العمليات من القتل وسفك الدماء. نعم، إذن برأيك يعني كيف كان تحرك الجهات الأمنية بعد هذه الحادثة، وهل هناك يعني تحرك مستمر لضبط الجناة؟ كيف هو تقييمك؟ التقييم لتحركات الجهات الأمنية وخاصة قيادة المنطقة الأولى، وإن كانت المنطقة الأولى نحن نقول أنها جيش على قالها بالأمور الأمنية، لكن اللحظة الراهنة فرضت عليها أن تكون جزء من هذه من المنظومة الأمنية في البلاد مع هذا الظرف الحساس الذي تمر به حضرموت. أنا أقول أن التحركات أقل من المطلوب بكثير. التحركات يعني قد تكون لحظية يعني آنية، هناك وجود لأطقم عسكرية، هناك أفراد منتشرين في عدة تقاطعات. هذه الأعمال أو هذه الاستهدافات يعني التي تحصل داخل مدينة سيئون في عمق مدينة سيئون بجوار الدوائر الحكومية وعلى مضربة من طقم عسكري لا تتجاوز المسافة 200 متر. نعم. وسيارة فارهة يعني بزجاجات معكسة لا يرى ما بداخلها تمر عبر النقاط العسكرية وتأتي وتستهدف داخل مدينة سيئون، أنا أعتبر أن هذه الأعمال وما شابهها من أعمال سابقة هي تحدي سافر لهذه القوات واختبار لمدى جديتها. نحن نقول نعم. أن هناك أجهزة أمنية وجهاز جيش أصبح مصاب بالترهل، وطالبنا ونطالب ولازلنا نطالب وسنظل نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الحكومة ووزير نعم. الداخلية ووزير الدفاع بأن يقوموا يخاف الله في هذا الشعب. نعم نعم، ابقى معي سيد جمعان، ينضم إلي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي محمد الفاخر. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. محمد بالفخر وليس الفخر، بالفخر المعذرة. إذا ذكر ضيفي جمعان أن هناك عدة أسباب لعودة هذه الاغتيالات ولا يتم يعني معرفة الدوافع والأسباب. ذكر أهم الأسباب لعدم معرفة الجناة هو تداخل الأبعاد. برأيك أنت الأبعاد والمسببات إذا ما كانت قبلية أو سياسية، برأيك أنت ما هي أسباب عودة الاغتيالات في حضرموت من جديد؟ اولا احييكم واحيي ضيفكم الكريم الاستاذ ابو همام جبهان بن سعد ومشاهديكم الكرام. اولا بالنسبه طبعا للاسباب او جزء من الاسباب هو طبعا تداخلت هذه الاسباب كثيره في سبب واحد، يعني ضياع الدوله واضطراب الدوله ان صح التعبير، عدم وجودها الا شكليا في كثير من المحافظات، وهذه المحافظات التي نقول عنها محررة ثلاث سنوات أو أربع سنوات وهي ما زالت لا فرق بينها وبين المناطق التي ما زالت تقطع تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية. أين هو التحرير والدولة لا وجود لها بمعناها بمعنى الكلمة. كنا نقول عن سيئون بالذات يعني ووادي حضرموت على أنه يمثل الشيء الجزئي أو الشيء الأجمل في موضوع الشرعية، وأنه نعم. شيء يعني شكل الدولة يكون موجودا إذا نظرنا إلى بقية المحافظات الأخرى، لكن إلى استمرار أو دخول هذه عمليات الاغتيالات بين فترة وأخرى وتتوافق أيضا في اغتيالات في محافظات ثانية، وظاهريا الأهداف تختلف لكن في نهاية المطاف تخدم هدف واحد وهو تخدم هدف الفوضى، والفوضى التي في نهاية المطاف لا تخدم الشرعية ولا تخدم دول التحالف ولا تخدم المنطقة والأمن المنطقة بأكمله. نعم، إذا برأيك لماذا لا يوجد حتى الآن موقف واضح من قبل الشرعية اليمنية؟ هذا جزء من التوهان للأسف الشديد، يعني
يعني قد يصدر بيان استنكار وبيان شيء من هذا القبيل ربما سميه درى الرماد في العيون، لكن في نهاية المطاف لم نرى حتى الآن جاني من الجناح أن يقدم للمحاكمة، بل حتى أيضا في محافظات أخرى حتى ليس هناك الجرأة على أن يشار إلى أن القرينة الفلانية أو القضية الفلانية، وكما تم تسريب بعض محاضر التحقيق أيضا لم نجد أي بيانا رسميا لا من النيابة ولا من الوزارات المعنية ولا من أي وزارة من الوزارات تشير حتى من باب التطمين ومن باب الأمور لذوي القتلى ولذوي المختطفين وإلى غير ذلك. أمور في نهاية المطاف يعني ينظر إلى أنها سائبة، يعني وهذا يفت في عضد الشرعية بشكل ولا يقدمها في حقيقة في نهاية المطاف. نعم، إذا كيف تقيم دور النخب السياسية والاجتماعية في حضرموت فيما يخص حركها ضد هذه الجرائم في المحافظة؟ والله في منذ أشهر مضت ربما أكثر من 6 شهور تحركت كثير من القوى الوطنية ومشايخ القبائل على وجه التحديد، جمعهم الشيخ بن عجاج في محاولة والتقى بكثير من المسؤولين ليضعوا حلا يعني أو يضعون حتى لتكون الأمور واضحة أمام المواطن وأمام الناس إلى متى نحن ساكتون على هذا الوضع، إلى متى كل يوم والآخر نسمع. صحيح هناك أسباب ثارات وهناك أسباب ربما دوافع سياسية ودوافع ربما قد يكون بعضها وراءها تجار مخدرات وإلى غير ذلك، لكن في نهاية المطاف إذا إن لم تكن هناك جدية في عملية المتابعة في عملية ملاحقة الجناح يعني أينما كانوا يعني ما فائدة هذه الألوية الكثيرة في المنطقة العسكرية الأولى والقوى الأمنية وغير ذلك، ما فائدة ذلك إن لم تخرج يعني تبحث عن أو تصل إلى قيد يوصل إلى بعض الجناح وإن كان مطلوب كلهم، لكن على الأقل يظهر للناس واحدا في نهاية المطاف ليطمئن الناس ولحتى أيضا تعاد الثقة يعني الثقة بالشرعية والشرعية نقول نحن هي صمام الأمان للوطن بأكمله، يعني هذه الخيط الذي ما زال عندنا أمل في الله أولا ثم في أن نخرج من هذا المتاهة التي وصلنا إليها حقيقة حاضرا ومستقبلا. ابقى معي أستاذ محمد. نعم تفضل بالبقاء معي. أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي ياسين التميمي. أستاذ ياسين، يعني اغتيال في وضح النهار ضحيتها مواطنين أحدهم أو مواطنين أحدهم قريب لقيادي وسياسي في الدولة، كيف تقرأ أنت المشهد الأمني في سيئون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناة بلقيس. طبعا نحن أمام مرحلة جديدة تزامنت مع الإعلان الإماراتي عن من المعركة العسكرية الأساسية الذي جاء من أجلها التحالف إلى اليمن، ويبدو أن أهداف هذه الدولة في اليمن وخصوصا في المحافظات الجنوبية لم تتحقق حتى هذه اللحظة. نحن نعرف ما هي أهدافها بالتحديد، أهدافها واضحة تهدف إلى تفريغ هذه المنطقة من الحوامل السياسية للدولة اليمنية الاتحادية التي يتطلع عليها اليمنيون جميعا. طبعا هي تتذرع بأنها في المقام الأول جاءت إلى اليمن لمكافحة الإرهاب، وهذه بطبيعة الحال تبين أنها أكذوبة وأنها غطاء فقط لعمل سياسي قادر جدا الهدف منه هو تفكيك هذه الدولة وتحقيق أهداف سياسية وأهداف جيوسياسية. ما يجب التركيز عليه اليوم أن هذه العمليات الاغتيال التي تتم في وضح النهار وتتعدد أهدافها في الحقيقة على طيف واسع من اليمنيين، هذه تتم بواسطة أدوات دربتها الإمارات بشكل يعني كامل وتمولها إلى الآن وتغذيها، وهذه الدولة استعانت حتى بمرتزقة أجانب للقيام بهذه العملية كما رأينا في عدن. نحن أمام عملية يبدو أن عمليات أو سلسلة من العمليات القذرة وجرائم القتل السياسي التي لم تتوقف في اليمن، وهذا هدف معلن، وقد رأينا كيف أن أحد أهم أدواتها تبجح بأن عملية القتل سوف تتواصل لتطال
من تعتبر. نعم تفضلي. ابقى معي أستاذ ياسين. أعود إليك أستاذ جمعان، يعني برأيك هل لدعوات التحريض التي تشهدها المدينة ضد مكونات سياسية بعينها وأيضا المطالبة بطرد المنطقة العسكرية الأولى علاقة أو تعتبر سبب في عودة مسلسل الاغتيالات من جديد في هذه المدينة؟ طبعا الدعوات لتحريض وادي حضرموت من المنطقة العسكرية الأولى هي لا، نحن لا نستطيع ان نبرئ من اطلقها من الضلوع في هذه الجرائم، لكن في نفس الوقت لا توجد هناك ادله وبراهين ثابته على الاقل حتى هذه اللحظه، حتى نكون منصفين. هذه الادله المطلوبه وهذه البراهين لن نستطيع ان نتكلم، ولن تستطيع ان تتكلم اي جهه عن الفاعل ما لم تعمل الاجهزه الامنيه واجهزه التكنيك الجنائي. هل يعلم المستمع الكريم وتعلمين يا أستاذتي أن موادي وصحراء حضرموت لا يوجد به معمل تكنيك جنائي؟ حتى لو حصل الأفراد، يعني توفر الأفراد وتوفر السلاح العربات، ماذا سيعمل إذا الجهاز الأمني إذا لم يكن هناك جهاز معمل تكنيك جنائي لمعرفة بحث الأدلة وفحصها وما إلى ذلك؟ نعم. أنا أقول أن هناك توظيف تم، يعني توظيف واستغلال استغلال عام يعني من عدة جهات، وأصبحنا الآن في نزاع ما بين جهة تدافع عن بقاء المنطقة العسكرية الأولى أو تعتقد أنها يعني مهمة من مهام رئيس الجمهورية وليس من مهام المواطنين أو النخب السياسية، وبين جماعة أخرى تطالب برحيل هذه المنطقة ولدوافع سياسية. لأننا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك عمليات اغتيال في وضح النهار في محافظة عدن أو في مدينة عدن وموثقة بتصوير فيديو، ومع ذلك لا يطالب أحد لا بزوال برحيل ديارة المنطقة العسكرية الثالثة ولا يطالب برحيل الأحزمة الأمنية والنخب المشكلة في عدن على كثرها وكافة مسمياتها. لذلك نحن نقول أن مشكلة العمليات الاغتيال في وادي حضرموت هي في استغلالها الاستغلال السياسي والتوظيف، ونريد ونطالب الجميع أن يكونوا يعني أن يحافظوا على دماء الناس. في الوسط دماء كثير، في الوسط أنفس تزهق، هناك أسر يعني يذهب معيلها، هناك أيتام، هناك نساء ترمل. على الجميع إخراج هذه العمليات وهذه الأفعال الإجرامية من عملية التوظيف ومن عملية التجاذبات السياسية. تفضل. نعم. جمعان بن سعد الكاتب والناشط السياسي كنت معي من سيئون، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي محمد بالفخر. برأيك يعني أستاذ محمد، ألا تؤسس هذه المرحلة وعودة الاغتيالات لعدم الاستقرار، لمرحلة جديدة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في حضرموت فيما سيأتي من الأيام؟ هذا مؤشر واضح، يعني مؤشر على عدم الاستقرار، مؤشر على ازدياد مثل هذا المحاولات او عمليات الاغتيالات التي تتم بين اليوم والاخر، ولمن ولكثير من نخب المجتمع والشخصيات الاجتماعيه ما حدث في الضالع وما حدث في عدن وما يحدث الان في حضرموت وغيرها في وادي حضرموت تحديدا. لمثل عمليات هذه الاغتيالات هي معناه اننا سندخل في مرحله صعبه جدا، يعني والى نفق من الانفاق المظلمه التي كانها خططت لنا ان ندخلها كثرا. نعم. بهذا الامر يعني غياب الدوله كما قلت انا سلفا جزء من هذه الاشكاليات، يعني الا يعني فرحنا بانعقاد مجلس النواب في سيئون وان تكون سيئون هذه حاضره للدوله، وجاء رئيس الجمهوريه والحكومه باكملها واعلن عن التحالف السياسي للقوى السياسيه داخل من داخل سيئون. هذه أشياء كانت مفرحة، وأيضا تم إسقاط كثير من الطائرات المسيرة، يعني هذا كان شيء إيجابي ورائع جدا. ثم بعد ذلك أن تحدث مثل هذه العمليات الآن وكأنه يعطونا رسالة واضحة أننا في يعني سنظل ندور في نفس الفلك المظلم هذا، يعني هناك قوة خارجية أو قوة أخرى تريد ان نبقى في هذا، ليس للحظه هذه بل حتى لمستقبل الايام القادمه. وهذا ما يعني سنندم كثيرا اذا
إذا نعم. إذا لم نتدارك يعني القوى السياسية على وجه الخصوص والحكومة الشرعية لم تتدارك نعم عند هذه النقطة أستاذ محمد يمكن الانتقال بالسؤال للأستاذ ياسين. إذن ما هي الرسائل التي يود إيصالها المسلحين؟ ما هي هذه الرسائل؟ الرسائل طبعا واضحة، وأنه لا مكان للذين يعني يقفون بشكل واضح وصريح حول المشروع الوطني، حول مشروع الدولة اليمنية الاتحادية. مشروع الوصاية هو الذي يسود اليوم في المحافظات الجنوبية، ولا صوت يعلو فوق صوت هذا المشروع. لهذا تأتي هذه الرسائل بهذا القدر من الوقاحة. لذلك نحن لا نريد أن نتحدث عن مسلحين هنا، بل نتحدث عن أدوات تتم بإعاز من طرف إقليمي واضح، وأعدائه للدولة اليمنية واضح، وأعدائه للشعب اليمني واضح، وتغريدات مسؤوليه ومستشاريه تتحدث بوضوح عن نوايا لتفكيك اليمن. نحن أمام مشروع عدائي، وهذه أدواته وسائله. على الدولة اليمنية اليوم أن تقف تقوم بمسؤوليتها وواجباتها إذا هذه الدماء التي تسفك كل يوم، وتحدد بوضوح ما الذي يتعين عمله أمام هذا المخطط الخطير الذي انعكس 180 درجة من المساعدة للدولة اليمنية إلى التآمر عليها. نعم، إذا يعني إذا ما تحدثنا عن توقيت أو الضحايا هؤلاء وتوقيت هذه الجرائم، برأيك يعني هل لها أبعاد سياسية أم أنها مجرد ثارات قبلية ومشاكل خاصة إذا ما تم وصفها هكذا؟ لا لا لا, لا 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 هذه جرائم قبل سياسي، لأن المستهدفين طبعا ليس لهم ثارات، ولم يكونوا في نزاعات قبلية ولا في حتى أطراف في نزاعات قضائية. هؤلاء استهدفوا لكونهم ينشطون سياسيا باتجاه معين، مشروع معين، أو أن لهم قرابات مع شخصية بارزة كالشهيد جميل باتيس الذي اغتيل لقرابته من عائلة معروف بوقوفها إلى جانب الدولة الاتحادية وإلى جانب الشرعية في اليمن. هذه استهدافات سياسية واضحة ورسائلها واضحة وغير قابلة للتأويل، يعني هدفها واضح وتأتي في سياق مشروع الهيمنة. لأنه تعرفون عندما يتم الانسحاب من المعركة الأساسية ويتم التصريح من قبل مسؤول بارز في تلك الدولة بأنها ستواصل رعايتها للقوات المحلية التي دربتها وأنشأتها، فهذا يعني أنها في نفس الوقت ستواصل دعم المشروع الإجرامي لهذه الميليشيات المسلحة التي تدعمها. ونراه من عملية قتل واستهداف هي أبرز ملمح هذه المهمة القادرة. نعم، شكرا ياسين التميمي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أعود إليك ضيفي محمد. إذا لو نتحدث عن الرسائل التي يريد إيصالها المسلحين، ما هي هذه الرسائل؟ الرسائل هي واضحة كما قال الأستاذ ياسين والأستاذ جمعان، هي عملية أن يظل الوضع في قلب دائم، أن ينظر إلى هذه الدولة بأنها أصبحت أو الشرعية بأنها شرعية فاشلة لا تستطيع أن تتحكم في أبسط المناطق التي تقول أنها مسيطرة عليها. يعني هذه رسالة واضحة، يعني من هذا يريدون أن يعطوا فشلا، وخاصة قد سمعنا أن هناك من يطالب بالزحف على وادي حضرموت لإحلال هي هذه هي دعوات التحريض ضد وجود المنطقة العسكرية الأولى. هل يتم حسابها ويتم اعتبارها كمسبب أساسي لعودة الاغتيالات في المدينة؟ نعم، هذا الهدف أو جزء من الأهداف، هي مجموعة أهداف تقاطعت مصالح وأهداف وأجندات متعددة كلها في نهاية المطاف تفت في عضد الشرعية وتعين هذه المشاريع سواء الميليشيات الإنقلابية أو غيرها من الميليشيات الأخرى. نعم، إذن محمد بالفخر الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة محمد عبد المغني، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.